وهلا بالسودان فز معكم هون يا شباب. We are back. علي جي، كثير ناس حطونا في الكومنتس اعمل علي جي. علي جي، علي جي زي تبع ال بومبا كلات. It's gonna be good. Let's go. Every time I feel the music. Ooh. This is how we do, nigga. Ooh, bass واطي, bass سافل. احنا بنحب البيس السافل. This is how we do, nigga. Come on, DX yeah. in the house. Yeah. Come to shit, homie. أكيد عرفتو الجند الحارب والموسيقى الواقع الكرهتو هو الزنجي اللي ما حيوقفو هدو ميتين حد الزنجي اللي ما رح يوقفو هدو تفهم العبارة يا وهم ستيكو لأني لسه في صعوبة في فهم بعض الأمور افتا شريرة داخل راسي حيمو كل يوم بتدور أمور خارج محيطي في أمان حتى بيشبه علي جي شوي لكن شفت الزنجي كل ما ضاقت به الدنيا جاب المستفدة أنا استفدت من تجاربي هنا جانبي حولك البتشز وأنا الهومز بجانبي حروفي لشة زي جبخانة مزيكا ما وصخانة كله منطرف في خانة رغم إنه البلد سخانة إذا نختانة في شارع السوداني لي مكانة كل جركانة في مكانة استكانة والطرب نظيف عنده فلو من صغري متفلت واخترت المحتوى العنيف نايس من صغري متفلت واخترت العنيف ولد حواري وفي مساري ما أظن حديث ايه هاي معروفة ليقا ما حتفهمني ما تحاول تقنعني وما في داعي تحبطني ليقا ما حتفهمني ما تحاول تقنعني وما في داعي تحبطني ما من السهل تقدر تفهم موسيقتي نفس النمط ولد حواري وذي طريقتي الجيل القديم ما اظن حتقدر تتفهم تحت تأثير الجيل الاخير Nice. بعيدا عن كل الفنون This is real والمضمون حقيقة عمره ما كان تمثيل من نص الحق والعيش No fake عيش بالمجازفة كيف ما تنطرب بأغاني مكتوبة من جوا الجك ما في شك لسه زنجي ضخي صوتي طاربك ما في شك لسه جو أغاني الرب بجانبك فا ما في حل زول مفنقر للأعداء لأنه ما عنده غير للميكروفون أي وفاء فكرنا في حدا على الباب نرجع للفلو يا مال نرجع للفلو رابس بيدعوا انه القلم سلاح وانا في حزامي نص كبيره ولو ما اتحسمت ما بنداع عقلتي بتعمل بالكسر نايتز بالدقه بتنبسط اغاني راب من انتاجي ما حتقدر تختصر في الاستماع ايو 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 حلو كلامه نيجا ما حتفهمني ما تحاول تقنعني وما في داعي تحكي هذا الكورس من اغنيه نسيت شو هي اظن فيها شو اسمه الكازن تبع سنوب دوغ اللي مات نيت دوغ ايو ايو ليقا ما حتفهمني ما تحاول تقنعني فما في داعي لأني ريل في كل أموري فيل أسمع سطوري ديل حيتنفع دوري شايفة جيدة من منظوري عطشانين لراب شيس لازم نأدي نرويهم نتكي في الحارة عبر اليوتيوب نغزيهم سطورنا تأويهم أغاني نديهم والتفاهل في عقولهم مجبرتنا جليهم نرجع نرب تفاعل بعقولهم ننجليهم حلو بيهم خليهم حسيطر على افكارهم بتركات تمشيهم شفاته وناس القطر فاته ما تديهم ببساطه ولدنا لما السطح فعلا جاطه سوشيال ميديا جابت بواطه اوف 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 نرجع نربيهم خليهم حسيطر على احنا هذا اولد سكول مبين عليه ما حتفهمني ما تحاول تقنعني ما في داعي تحبطني والله حلو هذا ستايله ليك ما حتفهمني ايش في له كمان اغاني ما تحاول تقنعني ما في داعي تحبطني ايش في كمان فيرس ولا خلاص نايس والله جود شيت علي جي مين كيدو تم كمان
في الكومنتس. حطونا كمان في الكومنتس يا بيست. See you next time.